نتكلم لكم على واحد السيد اللي يعني خلف بالرحيل ديالو واحد المراره في القلوب ديال العشاق ديال الراي والعشاق ديالو، لانهم من نقدروا نقولوا لي فيتيرون ديال الراي في المغرب. هو الشخص اللي رسخ الاغنيه ديال الراي في المغرب من الاوائل ديالها. كنتكلموا هنايا على ميمون بكوش او المرحوم الشاب ميمون الوجدي الله يرحمه ويرحم عليه مواليد فاتح يناير. كاين اللي كيقول فاتح يناير، كاين اللي كيقول لو 3 جانفي من اولا 3 فيفري عفوا. دونك من مواليد فاتح يناير من سنة 1950 وغادي توفى في سنة 2018 في 3 نوفمبر بالمضاعفات ديال مرض سرطان الجهاز الهضمي الله يرحمه ويرحمه. دونك غادي نتكلم لكم على هذا السيد هذا لانه كان عنده واحد الجوانب من حياته اللي ما كناش عارفينهم بزاف واللي ما يمكن الا تزيدنا تعلق به. فهو كان يعني واحد الايقونه ديال الاناقه وديال الوسامه في الثمانينات وفي التسعينات بهذوك لي كوب. كان يعني كيلبس زوين، كان كيمثل المغرب احسن تمثيل في الغناء ديالو داخل المغرب وخارج المغرب. كان كيتغنى دائما في مواويله بالمغرب وتيقول ما نساوش اللي نساونا، يعني لانه واحد الوقت يعني بحال قلالت الهضره عليه او ماشي ما نقولوش تهمش، معمره ما يتهمش وي، ولكن صحيح معمره ما يتهمش لان الشاب ميمون الوجدي كامل راه ايقونه من الايقونات. اذا فغادي نتكلم لكم على البدايه ديالو في لا كارير ديالو. فهو بدا لا كارير ديالو في سنه 1982 بواحد الالبوم اللي ما لقاش واحد النجاح كبير اللي كان سميتو النار قدات. في سنه 1984 عفوا غادي تجي اغنيه ديال تشطن خاطري واللي هي غادي تكون الانطلاقه الفعليه ديالو. اذا من بعدها غادي تجي رائعة أنا من وليش، ثم ألبوم شدة ما تدومش. إذا هو اللي معروف أكثر بصدمة قوية، فالكلمات قوية جدا، صدمة قوية، رائعة يا نوارة كانت زوينة بزاف ومازالين كانت غناو بها. في سنة 1992 غادي يدير شركة للإنتاج وتوزيع الكاسيت. ديك الوقت كانوا لي كاسيت إذا باقيين تعقلوا. فغادي يدير هاد الشركة هادي اللي غيسميها شركة فلورنس للإنتاج الفني وتوزيع الكاسيت بالمملكة المغربية. الشاب ميمون الوجدي كان متجدد جدا، ونقدروا نقولوا أنه ماشي كانت فيه واحد الميزة أو لا شي حاجة اللي كتعيب الفن ديالو، ولكن هي خصلة، هو أنه كان كيغبر بثلاث سنين أربع سنين عاد تيخرج أغنية أو لا يصدر ألبوم، لأنه يعني ما تيرجع الساحة الفنية حتى تيكون عنده فعلا ما يقدم للجمهور، ماشي التواجد من أجل التواجد فقط. إذا فغادي نذكر على سبيل المثال الأغاني ديالو اللي الألبوم اللي خرج صدره قبل من أغنية مرجانة هو تنهد قلبي كي تفكرت سنة 97. كاين هذا الألبوم هذا سان ألبوم سنتيمنتال سنتيمنتال هذا سان ألبوم اللي كي بحرب هذاك المستمع ديالو لواحد العوالم ديال لوعة الحب وديال يعني الفراق والاشتياق. كاين أغنية أخرى اللي سميتها حكاية حبي، أنا اللي ما عندي زهر جيت نشكي هولوك قلبي وكان لازم وتودو تودو 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 تودو. في 2001 بسبب البيغاتاج وتنامي ظاهرة القرصنة غادي تسد شركة الإنتاج فلورنس للإنتاج الفني وتوزيع الكاسيت. وخاصة نعرفوا أن هذه هي السنة الثالثة لرحيل هاد السيد هذا اللي في نوفمبر كمل ثلاث سنوات على الرحيل ديالو. كان يعني محب جدا للبلاد ديالو، كان كيموت على تراب هاد البلاد. من هنا كنتنجو أنه كيفاش تسمى راسو ميمون الوجدي، يعني ديما هذيك لابارتونس كتجروا الوجدة. نعم. دائما الوجدة لبلادو لا طلع ديما الدرابو عنده، ديما بلادو كيقول عليها غير الحاجة الزوينة، سي كيلكان دو يعني القريحة على البلاد. إذا غادي نتكلم لكم كذلك على واحد المعلومة اللي كيجهلوها الكثيرين، هو أنه قبل ما يدير الفن فهو كان مدرب للعبات أو لرياضات كمال الأجسام. هذاك الشيء علاش كنا كنشوفوه تبارك الله يعني قلدة ووقف. وكذلك فمن الأشياء الجميلة فيه هو أنه كنشوفوا بزاف ديال المغنيين ولكن وراء كل رجل عظيم امرأة. ولكن هذيك الامرأة كتبقى دائما غالب الأحيان في الظل، ولكن هذا السيد هذا راه خرج ثلاثة الأغاني على هذيك السيدة الريفية اللي والد معها جوج بنيتات، السيدة أمينة الزوجة ديالو غنى عليها ثلاثة ديال الأغاني، فاطمة ما قديتلكش، تنهد قلبي كي تفكر.